اشتباك بمدينة بيروت، خبر جديد بيتصدر شاشات التلفزة وبيوحد عناوين الخبر العاجل لتحط قافلة الاشتباكات ريحالة بمحيط المدينة الرياضية، وكأن شغل المواطن الشاغل ترقب الأخبار لمعرفة أي طريق سالكة وأي طريق مقطوعة وأي منطقة وقعت بفخ الاشتباكات المتكررة. إشكال فردي بين مناصر لشاكر البرجاوي وآخر من سكان الطريق الجديدة وقع بزاروب الباشا والحي الغربي خلف المدينة الرياضية، هالإشكال الفردي اللي تحول فيما بعد إلى اشتباك مسلح أقلق المدينة وأثار الرعب لدى السكان. مشان واحد عم يسبسب أهل المنطقة شرف المنطقة وناشر حريم المنطقة، عم بقول له يا خيي إذا بتريد معلش هان في نسوان في بنات وفي عرض عم بتسبسبهم عيب، قال له يلا روح من هون علو هوية، بعد شوي اجوا أخذوا له تعال يا عمي امشي لنروح نشرب نحن وياك فنجان قهوة ونصالحك هذا، وأخذوا أتمت القضية. أخذوا لي ابني وعملوا فيه هنيك عاملين له كمين، نزلوا فيه ضرب وبالكهرباء صاروا يكهربوه ويضربوه على وشه. مرت اخواته هنيك راحوا لشوفوا شو اسمه خلصوه منهم وجابوه. قاموا هنيك صاروا يقوصوا شباب شكل برجاوي صاروا يقوصوا علينا لهون. هيدي نحن ما بدنا اياها. موضوعنا فردي. موضوعنا فردي، مشكل فردي، ما في لا احزاب ولا اي شيء. ما لقينا الا رصاص، ليك انا واقف على البلكون ليك رصاصه. يا طلع علي دغري انا واقف وشاب تاني عم يقطع من هون طرقوا قتلوا بالارض. ما تشب مثل الوردي ولا دخلوا بحدا، مرق الطريق اكل رصاصه. راح يجيب مرته، هيدا عمير راح، هيدا راح اولاده ومرته وجيرانه خسروه واهله. هون مات خليل حناش بهيدي الرصاصه، وخليل اكيد ما له علاقه بالاشتباك، يعني هو عزل ما معه لا معه سلاح ولا معه شيء. يعني نحن معنا 20,000 رحنا اشترينا، كل واحد صار ينط من ميله لميله ليجيب طلقه، بس هن اللي طلع علينا البسبعات. نحن ما عندنا بسبعات، نحن ما عندنا قذايف، نحن كل واحد ادخل واحد بيكون معه فرد يمكن ومخروط. نحن ما عندنا حدا معه قذايف ومعه بسبعات ومعه مجات ومعه قناصه. بحذر شديد قصدنا موقع الاشتباك والخط الفاصل بين الطرفين لكما اسميه البعض خط التماس، فجلنا مع احد شباب المنطقة بموقع الاشتباك للاطلاع اكثر عن كيفية حدوث الاشتباك وتطوره خلال 4 ساعات ليوقع قتيل و13 جريح. بدك تسأليهم لإلهم منين جابوا هالعالم، منين جابوا هالسلاح كان عم بيجي الامداد من حزب الله وحركة امل وسرايا المقاومة، حتى عناصر من حزب الله كانوا عم بينزلوا على الارض مع شاكر البرجاوي لحتى قدروا يضاينوا 4 ساعات واستعملوا كل هالزخائر ضد هالمنطقة. انصار البرجاوي من هيدي الطاقة اللي مسكرة اليوم بالباطون كان عم بيصير اطلاق النار من هون من هيدي المنطقة بالذات، تم استخدام اسلحة متوسطة يعني قذائف انارجا وبسفن وام 16 اسلاح دايرينه على الشعب ما دايرينه على عدوهم، يعني نحن اسلام ما لنا يهود لحتى يديروا سلاحهم علينا. أثر القذائف ورصاص القنص ترك بصمته على جدران المباني والمنازل، وكأنه الهم المعيشي لدى سكان هالمنطقة الشعبية ما بيكفي ليزيد فوق همومهم هم أبنية مقنصة، منازل محروقة، ووجوه عاشت ما يكفي من القلة والمعاناة. وهالمنطقة اللي بالكاد تحصل على نصيبها من الكهرباء والمي كيف راح تعوض خسارتها؟ ما أحلى الحرب كان، لأنه صار الضرب حوالينا هون نحن موجودين وما بقى نسترجع نطلع برات، يعني بدنا نهرب ما قدرنا. نحن منا اسرائيل منا يهود عنا اطفال، نحن يصير فينا هالشيء؟ احنا شفنا الموت على بنتي لحد الان بدها مستشفى معي لحكمها. عشنا بهالرعب كليات رعب، فوت علينا المصلحين لهون، ما بدنا مصلحين، ما بدنا حدا، بس بدنا تيجي الدوله علينا. بيتنا هون احترق، كبوا بنزين وحرقوا البيت وهربوا. فاتوا تبعون شاكر برجاوي علينا
بطريقه وصوموا بالليل ضرب ونايمين اولادنا ونحن نايمين. تصوبت ما حسيت حالي الا بالارض والدم عم يشر مني. وانا اللي بقول لكم اياه انه الشعب اللبناني كله رايح ضحيه. بس هل يا ترى هن هيعملوا لنا اياه بتل عرض مسلسل مثلا كل فتره وفتره بيرجعوا بيطلعوا بيعوصوا؟ هيدي اللي بدنا نعرفها كنا بس.